بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع الدرس الثالث من مادة الدراسات الإسلامية للصف السادس الابتدائي، قسم الحديث، المنهج الجديد، نواقض الإيمان ومنقصاته. أولا، نواقض الإيمان وتسمى نواقض الإسلام أو نواقض التوحيد، يعني تنقض الإسلام وتنقض التوحيد، والمراد بها اعتقادات وأقوال وأعمال تبطل الإيمان وتخرج من الإسلام، تبطل الإيمان وتخرج من الإسلام، وهي ثلاثة أنواع: الشرك الأكبر، الكفر الأكبر، النفاق الأكبر. الشرك الأكبر، الكفر الأكبر، النفاق الأكبر، هذا يخرج من الإسلام ويبطل الإيمان. أما نواقض الإسلام، المنقصات، النواقض تنقض خلاص، تخرجك من الإسلام، أما المنقصات اعتقادات وأقوال وأعمال تنقص الإيمان لكنها لا تخرج من الإسلام، يعني أنت من يفعلها يظل إيه؟ مسلم. لكن الأولى الأكبر، نلاحظ إن هناك أكبر أكبر أكبر، كفر أكبر، شرك أكبر، نفاق أكبر، هنا أصغر. لذلك إيمانه نقص ولكن إسلامه بقي، يظل مسلما مع أن إيمانه قد يكون يعني إيه؟ يكون ناقص. وهي الشرك الأصغر، والكفر الأصغر، والنفاق الأصغر، نزود بقى كمان البدع والذنوب والمعاصي. هذه هي منقصات الإيمان، لا تخرج من الإسلام. أما منقضات الإيمان، الإيمان تخرج من الإسلام، نقضته يعني خلاص قطعته، خرجت منه. ما الفرق بين نواقض الإيمان ومنقصاته؟ نواقض تخرج من الإسلام، أما المنقصات فهي تنقض الإيمان، تنقص الإيمان ولا تخرج من الإسلام. ممكن أقول هنا كده النواقض، النواقض تخرج، أما المنقصات لا تخرج، هذا هو الفرق، لكنها تنقص فقط. أهمية تعلم نواقض الإيمان ومنقصاته، ليه بنتعلمها؟ معرفة نواقض الإيمان ومنقصاته تحقق أو يحقق للمؤمن ويساعده على ما يعني. حفظ الدين، حفظ الدين الذي هو أغلى ما يملك المسلم، فخسارة الدين أشد أنواع الخسارة. لما تعرف هذه الأشياء تحفظ دينك، تبتعد عنها. تاني شيء، اجتناب الوقوع في نواقض الإيمان ومنقصاته، لأن الوقوع فيها يؤدي إلى الكفر أو ذنب عظيم ينقص إسلامك. الحذر من أسباب، يعني تبتعد عن الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في نواقض الإيمان ومنقصاته. يبقى حفظ الدين، اجتناب الوقوع في نواقض الإيمان ومنقصاته، الحذر من أسباب الوقوع في نواقض الإيمان ومنقصاته. حفظ الدين، اجتناب الوقوع في نواقض الإيمان ومنقصاته، والحذر من أسباب الوقوع في نواقض الإيمان ومنقصاته. هنا بقى هنقارن بين نواقض الإيمان ومنقصاته حسب الجدول. التعريف، أثره على الإيمان، والمثال. المجال هنا نواقض الإيمان، التعريف، أثره على الإيمان، المثال. نواقض الإيمان اعتقادات وأقوال وأعمال تبطل
الإيمان وتخرج من الإسلام. الأثر يخرج من الإسلام. الأمثلة: الشرك الأكبر، النفاق الأكبر، الكفر الأصغر. منقصات الإيمان: اعتقادات وأقوال وأعمال تنقص الإيمان ولا تخرج من الإسلام. تنقص الإيمان ولا تخرج من الإسلام. هنا الكفر الأصغر، الشرك الأصغر، النفاق الأصغر، البدع، الذنوب والمعاصي. تمام، اللي بعده: ما الفرق بين نواقض الإيمان ومنقصاته؟ النواقض تخرج من الإسلام، أما المنقصات فهي تنقص الإيمان ولا تخرج من الإسلام. النواقض تخرج، أما المنقصات تنقص ولا تخرج. أهمية تعلم نواقض الإيمان ومنقصاته. حفظ الدين، اجتناب الوقوع في نواقض الإيمان ومنقصاته، الحذر من أسباب الوقوع في نواقض الإيمان ومنقصاته. السؤال الثاني: عدد نواقض الإيمان ومنقصاته. نواقض الإيمان: الكفر الأكبر، الشرك الأكبر، النفاق الأكبر. نواقص الإيمان: الكفر الأصغر، الشرك الأصغر، النفاق الأصغر، البدع، الذنوب والمعاصي. السؤال الثالث: أمثل على ما يأتي بمثال. ناقض من نواقض الإيمان: الكفر الأكبر. منقص من منقصات الإيمان: الكفر الأصغر. كده نكون خلصنا. ما تنسوناش من الدعاء واللايك والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي عنده زميل أو قريب يرسل له الرابط من الابتدائي كل المواد، والمتوسط دراسات إسلامية.